جامد يا جدعان، جامد. كنت ماشي في السوق، لقيت البتاع ده. طبعا عارفين ايه ده، فقلت ان شاء الله الفكرة اللي جاية هتبقى ده. يلا بينا. اول حاجة هنجيب مية دافية وهنحط فيها ورقتين لورا وحبهان وقرنفل وقرفة ومعلقتين كبار ملح ومعلقة سكر ومعلقتين صويا صوص وطبعا نص ليمونة، وهنقطع الفراخ بالمنظر ده وهنسيبهم فيها لمدة ساعتين. بعد كده هنجيب بصلاية، وزي ما اتفقنا هنثني صوابعنا واحنا بنقطع، وهنقطع البصلاية صغيرة قوي، ممكن نحط نص بصلاية او بصلاية على حسب كمية الرز. ما احنا لازم نتدرب على طريقة التقطيع دي لان هي احسن وامن طريقة تقطيع ممكن نقطع بيها. هنقطع بالراحة، وزي ما اتفقنا لازم السكينة تبقى حامية عشان ما تعورناش. بس يا سيدي، والحتة اللي بتفضل مننا بنقطعها بنفس الطريقة، وبعدين معلقتين زيت وهنرملها حتة الزبدة كده. شفت رمية الزبدة دي حدوتة؟ بعد كده هنعمل شوية ازعاج وتخبيط بالمعلقة. بس يا سيدي، والزبدة تجري وانا اجري وراها. هننزل بالبصلة في الزبدة وهنفضل نقلبها لحد لما لونها يصفر. عارف انت اللون الاصفر الكناري ده؟ لا مش هو، هيبقى لون اصفر بس مش كناري. بعد كده ورق لورا وحبهان وقرنفل وقرفة هنحطهم مع البصل ونديهم تقليبة شوية، واحدتين من كل حاجة، ومش هقولك ايه اللي انا رميته، انت هتعرف لوحدك. وهنفضل ندوب في البتاعة اللي انا مش عايز اقول اسمها دي، وبعد ما تدوب هننزل عليها بالرز على طول. ايوه، الرز كله لحد اخر رزايه. هننزل بقى فوقيه بالملح ومسحوق الكاري. مسحوق الكاري ممكن نجيبه من عند اي عطار، هو بيبقى عباره عن كركم وشويه بهارات كده معاه، بيدي طعم جميل قوي للرز. وبعدين هنقطع البطاطس. البطاطس بقى يا سيدي هنفرشها تحت عشان اي ميه زياده البطاطس تشربها والرز ما يعجنش. بالنسبة للطماطم والفلفل هنفرشهم من فوق تحت الفراخ على طول، هيظبط معانا الطعم كمان. الفلفل بنقطعه بالمنظر ده، أي تقطيع عادي مش هتفرق. البرام بقى يا سيدي هندهنه بنقطة زيت احتياطي بس مش أكتر، وهنبتدي نفرش فيه البطاطس. الفنان التشكيل اللي جواك هيطلع في اللحظة دي. خلصنا البطاطس، هننزل عليها بقى بالرز. شوف الرز وهو في البريم كده شكله يفرح ازاي. هنفرش بقى طبقة الطماطم الجميلة من فوق، وهننزل عليها بالفلفل، وبعد كده هننزل بالمية. المية هتبقى قد الرز، وحاول تحط في المية دي سنة ملح او تدوق الرز بعد ما تحط المية. وبعدين الدجاج، يا بويا انا على الدجاج، لا في ريح الزفارة ولا في اي حاجة، وريحته وهو كده تحفة. اصل هي الوصفة انا مش شفتهاش قبل كده، وكلنا على ما تفرج، فنتعلم مع بعض وان شاء الله نستفاد كلنا. اخواتنا وحبايبنا اللي بيعملوا دايت الوصفة دي تنفع لكم، بس نستبدل الزبدة بزيت الزيتون. هنغطي البرام بورق زبدة وورق فويل. ورق الزبدة عشان الورق الفويل ساعات بيتفاعل مع الأكل، فورق الزبدة آمن جدا، وهنكمرهم كويس ونغطيهم. زي ما شفنا احنا رصينا كل حاجة، والفراخ على الوش وغطيناها كويس، كمرناها عشان خاطر الرز يستوي تمام. هنحطها في الفرن لمدة ساعة ونص. استوت اوكي، ما استوتش هنسيبها شوية كمان. كده عدت ساعة، قلت أقوم أطمن عليها، وفتحت عليها لقيتها استوت. وبكده احنا بس هنشيل الورق الفويل وورق الزبدة وهنحطها في الفرن تاخد وش.
هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. كده الاختراع بتاعنا خلص تمام؟ يدوق بقى. طلع الفراخ. الرز مفلفل. جامد يا جدعان جامد. الفراخ شربت التتبيلة وبقت طرية وجوسي، والرز كمان استوى كويس قوي، ولا طلع معجن ولا طلع ناقص سوا، لا مستوي كويس قوي وطعمه تحفة. طبعا لايك وشير والحاجات الجميلة دي اللي بتفرح من جوه كده، ببقى مبسوط. وجربوها وادعوا لي وقولوا لي طلعت معاكم ازاي. اشوفكم ان شاء الله في يوم تاني في شيف على ما تفرج.